التحضيرات للقمة العربية التي تستضيفها نواكشوط يومي 25 و26 من الشهر الجاري، اطلع رئيس الجمهورية السيد محمد ول عبد العزيز على تقدم التحضيرات المقام بها لاستقبال ضيوف موريتانيا، حيث تفقد بقصر المؤتمرات عددا من القاعات التي تم إعدادها لهذا الغرض، وينتظر أن يناقش المشاركون في القمة في قمة نواكشوط العديد من القضايا المحورية في مجالات العمل العربي المشترك وتنمية الأقطار العربية.